متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. اليوم هو 8 مارس 2023، هو اليوم العالمي للمرأة، حيث النساء في جميع بقاع العالم تحتفلنا بهذا اليوم، تعتبر أنه يوم العالمي ديالها، وجميع رادارات العالم تتوجه إلى النساء وإلى قضايا النساء من أجل مناقشة هذه الحقوق المرأة على المستوى الوطني والأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال. نستضيف السيدة بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. السيدة بشرى، مرحبا بك. شكرا لك على الدعوة. اليوم العالم تحتفل بالبعيد المرأة، واش ضروري أن كل عام نهضروا على اليوم العالمي للمرأة ونقولوا المرأة خصها تخصص لها اليوم ولا تخصص لها 365 يوم؟ يعني ديما هذا النقاش تبقى يتعاود كل عام، واش ضروري باقي العالم خصو يحتفل بهذا اليوم العالمي للمرأة؟ علما أن المرأة يعني حققت الآن واحد يعني مجموعة من الأشياء في العالم بأسره. أولا تحية لكل النساء المغربيات، وتحية كذلك لكل الرجال المغاربة، لأن اليوم العالمي للمرأة هو يوم تخلد العالم ككل بدون استثناء. هو ماشي فقط يوم لتوزيع الورود أو توزيع الحلويات أو الاحتفال بالزغاريت، أكثر من أنه يوم من أجل تقييم الحصيلة ديال فين وصلت الحقوق الإنسانية للنساء، فين وصلت المساواة الحقيقية، وكذلك فين وصلت المناصفة بين النساء والرجال. يعني خص يكون واحد الوقفة تأمل باش نشوف واش الشيء اللي دات بخصوص المرأة في العام اللي فات. بطبيعة الحال هو فقط يوم تقييمي، يوم تقييمي، ولكن هو يوم عالمي. لأن كل الحكومات، لا الحكومات ولا المجتمع المدني ولا النساء كذلك في كل المجالات، تيقدروا يجلسوا وتيقولوا فين وصلت الحقوق ديالنا، اشنو اللي خاصنا نطالبوا به، شنو هما المذكرات المطلبيه اللي خاصنا نصيغوها في هاد السنوات المقبله، واشنو تحققت كذلك في السنوات الفارطه. ماشي فقط اننا تنقولوا واش كل سنه حنايا تنحتفلوا، لا، حنايا كل سنه خصنا نوقفوا واحد الوقفه تامليه، واحد الوقفه تفكيريه، واحد الوقفه ديال فين هما نقاط الضعف ونقاط القوه في هاد. ولكن واش نديروا هاد الوقفه التامليه ولا تبقى غير يوم تنحتفلوا بالمراه، يعني تنفكروا المراه، يعني نقدموا الهدايا، نقدموا الورود في هذا اليوم هذا؟ لا، هو يوم ما فيه فرح. بطبيعه الحال الفرح هو مهم جدا، توزيع الكلام الجميل هو مهم جدا، ولكن في نفس الوقت هو ان اليوم بحال تنقولوا صندوقوا ناقوس على الحكومات ديالنا، من اجل ان تنقولوا لهم ضروري اليوم انكم تغيروا في هذا الملف المطلبي، تحاولوا ما امكن ان تخلقوا اليات واستراتيجيات من اجل مناهضه العنف، انكم تفكروا بان هناك نسب عاليه اللي تتمارس على النساء فيها مثلا التمييز والظلم والحقره الى اخره. دونك ماشي فقط المغرب، بل كل، وكذلك كاين لقاءات امميه اليوم مثلا في نيويورك، كاين لقاء اممي ديال الحكومات اللي حتى هما بدورهم تيديروا هاد الوقفات وهاد اللقاءات التقييميه في هذا الشان. بالنسبه لك انت كفاعله في مجال الحقوق تاع المراه، واش راضيه على المستوى الحقوق تاع المراه على المستوى الوطني، على المستوى المغرب، واش تشوف بان حيت يعني مقارنه مع الدول العربيه كثيره المغرب يعني تقدم اشواطا كبيره في المجال تاع حقوق المرأة؟ بالطبع المغرب هو من الدول اللي يمكن ضربت أشواط من أجل الوصول إلى عدة مكتسبات للمرأة المغربية، ولكن في نفس الوقت حنا تيبان لنا أن هناك بعض الملفات المطلبية اللي هي مفتوح فيها أوراش اليوم من أجل التغيير. باش نتكلموا على اليوم داخل المغرب عندنا دستور متقدم، عندنا اتفاقيات دولية وخاصة السيدا واتفاقية حقوق الطفل وكذلك بعض الاتفاقيات الأخرى اللي المغرب موقع عليها. اليوم حان الوقت من اجل الملائمه مع القوانين الوضعيه والقوانين بحال قانون الاسره، بحال القانون الجنائي، بحال اخراج للوجود قوانين تنظيميه لبعض القوانين الاخرى كمثلا قانون 19-12 للعاملات المنزليات، كذلك انتباه للعاملات الزراعيات وخاصه في جنوب المغرب ولا في الضفه الاخرى للنساء يعيشن الويلات من هذا هو بعض المؤاخذات اللي تتخذ على هذا اليوم العالمي للمراه. ماشي المؤاخذات، ولكن بعض يقول بان يتم التركيز على دوك النساء اللي حققوا المراتب العليا، ولكن ما يتم تهميش هذوك الباقي النساء اللي يعني تعيشوا كما قلت هذوك العاملات الزراعيات، العاملات تاع البيوت، هذيك المراه اللي مسكينه تتفق معها 5 الصباح ولا هذه تمشي تضرب تماره وتتلقى لها واحد
الشفار تدي لها الساك ديال هذه المعاناه تاع المراه اللي باقا ان كاينه في المغرب. بالطبع في المغرب كاين نساء اللي تحتلوا مراتب مهمه جدا لا في كل المجالات في المجال الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه كذلك، ولكن راه كاين واحد النسبه عاليه جدا من النساء اللي تعيشوا الهشاشه اللي تعيشوا الفقر المكافحات الشامخات المناضلات القويات في الساحه اللي كما قلت يا استاذ تيخرجوا مثلا مع واحد الوقت باكر من اجل البحث عن لقمه عيش اللي هم الاطفال ديالهم اللي تيديروا عمل غير مهيكل اللي في الفراشات العيالات اللي تيديروا الفراشات العيالات اللي تيشتغلوا في الحماحه من النساء اللي تيشتغلوا في البيوت واللي ما عندهمش الحقوق بالرغم ان كاين قانون اليوم اللي خرج ليه الوجود ولكن ما كاينش التنفيذ ديالو الفعلي. النساء اللي تيديروا عده اعمال من اجل سد لقمه عيش اللي هم الاطفال ديالهم وفي بعض الاحيان حتى الازواج ديالهم. اذا هما اللي خصنا نسلطوا تحتفظوا على التوازن داخل الاسره، هما اللي خصنا نسلطوا عليهم الضوء اليوم. حنا تنقولوا هاد النساء كيفاش ممكن نحقوا لهم الكرامه، كيفاش ممكن انهم يستافدوا من كل الحقوق الانسانيه، كيفاش انهم يكون عندهم حضور قوي داخل المجتمع. هما عندهم حضور قوي بينا ولا بلا بينا ولكن خاصهم يكون عندهم حقوق كامله مثلهن مثل الاخريات لان الاخريات يمكن عندهم حدود عطاتهم الوقت والحظ وقادرين يدافعوا على رؤوسهم انهم يقراوا انهم يكون عندهم مستويات اكاديميه عاليه انهم يشتغلوا عمل لائق وكريم الى اخره انهم يكون عندهم بيوت جميله الى اخره. ولكن اليوم خاصنا نسلطوا الضوء على اللي تينعس في كاريبيت في احياء شعبيه واللي عندي كاري سرير واللي ما لاقيش ما ياكل واللي تيخرج في النهار ويمكن ما يرجع ما يبيعش ب 50 درهم الى اخره. هاد النساء هما اليوم اللي خاص في اي 8 مارس ان نسلطوا الضوء عليهم وكذلك نفكروا كيفاش ممكن نخرجوهم من هاد دوامه العنف، هاد دوامه الفقر، هاد الهشاشه، هاد الالام اللي يمكن خفيه وما تيعبروش عليها اغلب هاد النساء كذلك لان عندهم كرامه. في بعض الاحيان ما تيرفضوا يكون يديروا التسول، يرفضوا يمدوا يديهم، يرفضوا يعبروا على ديك الالام اليوميه. ولكن اليوم خاص ضروري يكونوا قوانين عادله، كذلك خاص تمكين لهاد النساء، تمكين اقتصادي حقيقي، خلق تعاونيات وكذلك تبسيط المساطر فيها، كذلك ايجاد عده حلول لهن من اجل العيش الكريم. واخا الى هضرنا دابا على المطالب الملحه ولا الملفات اللي ما تطلبش تاجيل على مستوى المراه داخل المغرب، اشنو هي ثلاثه الملفات ولا اربعه الملفات اللي هي اولويه ما تطلبش التاجيل؟ هو قانون باش نتكلموا على الورش اليوم حول قانون الاسره التعديل ديالو ما فيهاش تاجيل نظرا لان صاحب الجلاله تكلم على ان ضروري فتح نقاش وكذلك مطالبه بتعديل هذا القانون اللي بدا تيبان بالملموس داخل المحاكم المغربيه ان هناك اختلالات وثغرات كثيره فيه. كذلك باش نتكلموا على القانون الجنائي اللي مفتوح فيه كذلك ورش من اجل التعديل، باش نتكلموا على المناصفه، هيئه المناصفه اللي خرجت للوجود ولكن كقانون ولكن ما خرجت للوجود كهيئه قائمه الذات، باش نتكلموا كذلك على القوانين التنظيميه من اجل التطبيق الفعلي لبعض القوانين الاخرى، باش نتكلموا على عامله البيوت والمعاناه تاعهم، خاص يخرج قانون تنظيمي لهذا القانون، باش نتكلموا على القطاعات اخرى اللي فيها مشاكل خاص ضروري الحل ديالها بشكل اني. الا هضرنا على مدونه الاسره، اشني اهم التعديلات اللي خاصها تنصف لحد الان؟ الجميع يقول ان ضروري تعديل هذه مدونه الاسره، ولكن حتى الساعه قبل من شنو الملفات واش تفتح نقاش عمومي حول هذه المدونه هذه حاليا؟ هو حاليا مفتوح هذا النقاش نظرا لان الحركه النسائيه المغربيه وضعت ملفات مطلبيه متكامله لدى الجهات المعنيه اللي داخله معهم دابا في نقاش مع وخاصه مع مع الـ الـ مع السياسيين داخل البلد، ولكن خاص ضروري ان يكون واحد ترافع جماعي ديال هذه المنظمات من اجل الضغط من اجل انتزاع الحقوق الكامله للنساء في هذا الجانب. وشنو الحوايج اللي خاصها تعدل في هذه المنظمه؟ من النقط الاساسيه اللي خاصها تعدل في قانون الاسره هو الحذف الكلي لزواج القاصرات والتزويج القاصرات ولا اغتصاب الطفوله، لان اليوم لا يعقل احنا في هذا القرن وباقي تنغصبوا طفله اقل من 18 سنه على الزواج وانها تتفقد ما كان كرسي في الدراسه وانها تتفقد حقوق يعني خص يكون منعا كليا ما يمكنش شي حاجه سميتها الاستثناء. اي فتاه تكمل 18 سنه ديك الساعه عندها الحق الزواج وكذلك الفتاه 18 سنه عنده الحق الزواج. باش نتكلموا كذلك على
الولايه الشرعيه اللي فاتحين فيها دابا نقاش داخل المجتمع، اللي كذلك الولايه الشرعيه خصها تكون ولايه مشتركه بين الزوجين وبين الطالقين، لان اللي خصنا نفكروا فيه واللي خصنا نشوفوه هي المصلحه الفضلى للطفل. نعم. هي المصلحه الاولى، ماشي الشنآن بين الطرفين، ماشي هو الشقاق بين الطرفين، ماشي هو الخصام اللي تيكون بين الطرفين. حنا تنقولوا ان كاينين اطفال خاصهم يستمتعوا بنفس الحقوق، وكذلك انهم خاصهم يكون عندهم المكانه الحقيقيه ديالهم في داخل المجتمع حسب ما ينص عليه اتفاقيه حقوق الطفل. لا يعقل المغرب تنص توقع على اتفاقيه حقوق الطفل. المغرب كذلك اللي بلوز افونسي، متقدم في هذا الجانب، وتلقاو في قانون مثلا الاسره ان الولايه الشرعيه للاب، وفي الوقت اللي تيكون شنآن بين الطرفين وتيكون فيه تيكون طلاق، تلقاو ان الاب يا اما تيتخلى على نفقه الاطفال او انه ما تيقومش بزياره المحضون، وفي الاخير تنعطيو هذه الولايه الشرعيه انه يوقع في كل الوثائق، وتيولي هو المشكل الحقيقي بين ان هذاك الوليد ولا هذيك البنيه تقدم في المسار ديالو في الدراسه، لا اما في الدراسه ولا في انتقال من المدرسه للمدرسه. لكن شنو الحل لنا؟ شنو الحل؟ هو الولايه الشرعيه المشتركه بين الطرفين، ولكن ممكن تكون مشروطه بزياره المحضون وبالنفقه على المحضون. لا يعقل باش نلقاو احنا اب هو يا اب في الوثائق ولكن ما تيقومش بزياره المحضون، انه ما تنفقش على داك الولد، المسؤوليه ديالو نهائيا تغيب على 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 علاقته مع داك الوليد ولا ديك البنيه، وفي الاخر حنا غنعطيوه الولايه باي شرع، حنا اللي غنعطيوه باي حق، باي حق. اذا حنا اللي غنعطيوه داك الحق هو من يعتني به كما تنقولوا 24 ساعه 24 ساعه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو تقسيم الممتلكات. حنا اليوم تنتكلموا على فصل 49 اللي تيتكلم على تقسيم الممتلكات، اللي النساء ما تيقدروش انهم يخوضوا في المساطير ديالها، نظرا لانها اولا معقده، ثانيا ان ما كاينش قوانين تنظيميه لها، لان راه ما تنتكلموش فقط على فصل، بل تنتكلموا على عدة مؤسسات اللي هي معنية بشكل مباشر من أجل تطبيق هذاك وتنزيل هذاك الفصل. إذا لا يعقل باش تكون المرأة تتعيش مع ذاك الزوج سنوات وسنوات، ومن بعد تولي طلاق تخرج بصفر درهم، نظرا لأنها فقط أن تعتبر أنها كانت جالسة في الدار وما تتشتغلش إلى وما حضرناش بأن هذاك العمل المنزلي هو عمل مؤدى عنه، خاصو يكون عنده قيمة مادية ومهم، هو عمل انتاجي في اخر المطاف. لماذا تنحرموا واحد النساء كثار من هذا الحق الاساسي ديالهم؟ تيخرجوا بصفر درهم وتيوليو يلا تيقلبوا فين غيكونوا ولا فين غادي يعيشوا الى اخره، خاصه الا كان مسار الزواج طويل بزاف. بطبيعه الحال يكون مسار طويل او قصير، المهم كاين واحد العناء وواحد التعب اللي قدماته هذيك الزوجه في علاقه زوجيه قائمه، تكون قليله تكون كثيره، ولكن هذاك التراكم ديال الممتلكات هو تراكم مشترك. انت خلصتي الفلوس وانا تعبت باش انت مرتاح باش دير داك التراكم. كذلك باش نتكلموا على اليوم تنتكلموا على اثبات النسب، وهذا مشكل اللي عنده اولويات الاولويات من اجل التغيير في قانون الاسره، هو ان اي طفل تولد خارج اطار زواج اي بدون وثائق قانونيه، انه خاص يكون ضروري القضاء انه ياخذ بعين الاعتبار ان خاص تكون لدان الخبره الطبيه العلميه هي الوسيله الوحيده من اجل الاثبات. ممكنش حنا الطفل دائما ما نعطيهوش الهويه ديالو نظرا لانه ابن زنا ولا ابن لا يلحق بنسبه، لا، كانت علاقه قائمه، القضاء خصو ياخذ مجراه ان اي واحد خرج ليه درنا ليه الخبره وخرج بانه الاب البيولوجي خصو يلحق بذاك الابن بذاك الاب ضروري، لان لكن المغرب كما نقول مره اخرى لكن المغرب موقع على اتفاقيه حقوق الطفل وتعتبر ان من الحقوق الاساسيه للطفل هو الحق في الهويه، هذاك الطفل خصو تكون عنده الهويه اول شيء، يحل عينيه يلقى راسو عنده عقد ازدياد باش يقدر يستفد من كل الحقوق الانسانيه. وحنا اليوم باقيين تنتكلموا على كاينه علاقه، كاين اثبات بالخبره الجينيه، وفي اخر المطاف هذاك الاب البيولوجي يقول لك لا يلحق ابن الزنا وانا ما غنعترفش به. بالنسبه لك هذه النقاط اللي تترافع عليهم الان يعني غيكونوا مثيرين للجدل خلال المناقشه تاع مدونه الاسره، واش تعتقد بان غادي نرجعوا يعني قبل ما خرجت هذه مدونه الاسره في البدايه تاع الالفيه؟ هو دائما النقاش ما بين هذا وهذا، هو دائما غيكون
يكون نقاش مع مؤيد ومعارض، ولكن هناك 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 مطالب كما تنقولوا دائما مطالب انسانيه. البعض يقول بان المصلحه الاسره هي اللي خصها تكون حاضره في مصلحه الاسره ومصلحه الطفل. الطفل الطفل لا يعقل باش حنايا تلقاو مثلا باش اليوم تنتكلموا على زواج القاصر تنتكلموا على الطفل، باش نتكلموا على الولايه الشرعيه تنتكلموا على الطفل، باش نتكلموا على اثبات النسب تنتكلموا على الطفل، باش نتكلموا حتى على تقسيم الممتلكات تنتكلموا على الطفل اللي غيمشي مع ديك المراه في الوقت اللي غادي يطلق وغتخرج بصفر درهم، باش نتكلموا كذلك على الطلاق ولا النفقه الى اخره. اذا كل نقاط المدرجة في الملفات المطلبية ديال الحركة النسائية هي المصلحة الأولى والأخيرة لهذوك الأطفال، لأنهم هما المستقبل، هما اللي خاصهم يكونوا ولكن نقلبوا حنا إذا كانت هذيك المرأة غير مؤهلة باش دير الرعاية على الأطفال ديالها، يعني شنو هو الحل؟ لا ما كانش حنايا راه عاوتاني ما كنتش نقولوا بأن راه كل النساء جميلات ولا كل مؤهلات، حنا راه خاصنا نكونوا واقعيات. إذا لا كانت مرأة ما قادرش تحضن وليداتها، الحضانة غترجع للراجل، ما قادرش تنفق عليهم غتخليها للراجل. هادشي اللي تنقولوا حنا باش نتكلموا على المساواة، تنتكلموا على الكفاءة كذلك، باش نتكلموا على أنا كزوجة عندي أطفال ما قادرش نحضنهم في وقت اللي تم الطلاق، تنعطيهم اللي غيقدر يحضنهم ويقدر ينفق عليهم إلى آخره. يعني خص يكون مصلحة الطفل الأولى والأخيرة. شكرا أستاذة بشرى على قبول الدعوة، متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله، وعيد سعيد لجميع النساء المغرب والعالم.